للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي سيد إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب. يعني ما أهمية هذه الزيارة بالنسبة لدونالد ترامب، وماذا كان يسعى لتحقيقه من ورائها؟ أهلا بحضرتك وبكل المشاهدين. طبعا الرئيس دونالد ترامب في نهاية المطاف هو رجل أعمال ويتعامل مع كل الملفات الخارجية من هذا المنطلق، وبالتالي الهند تشكل بحجمها السكاني طبعا وقدراتها العسكرية والاقتصادية وتأثيرها في المنطقة تشكل طبعا يعني حجما كبيرا في سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بتنمية الاقتصاد الأمريكي وتحسين العلاقات مع كافة الدول وعلى رأسها الدول الكبرى، لأن الهند حاليا أصبحت تحتل المرتبة الخامسة على مستوى أقوى اقتصاديات العالم، تجاوزت بريطانيا وفرنسا. هذا بالإضافة إلى أن الهند طبعا هي المستورد الأول للسلاح الأمريكي على مستوى العالم، تفوقت على كل الدول بالصفقات المتتالية التي تبرمها، بالإضافة طبعا إلى أن كانت هناك بعض الخلافات التجارية المبنية على فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين، ما أدى إلى أن تكون هذه الزيارة مهمة كي يكون هناك على الأقل بداية مفاوضات مع الجانب الهندي كإلقاء حجر في المياه الراكدة لبداية محاولة الوصول إلى اتفاق تجاري. وانتهاء الزيارة هنا سيد إيهاب، يعني من دون إبرام أي اتفاق تجارة شامل بين الولايات المتحدة والهند، هل يعني أنه أخفق في طوي صفحة الخلافات التجارية مع الهند؟ لا أعتقد أننا من الممكن أن نسميه إخفاقا بالشكل الكامل، ولكن ربما هناك لاءات تقدم من الجانب الهندي وفي مقابلها لاءات أيضا تقدم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد في هذا المطاف، وبالتالي هناك أمور ستكون بين الجانبين تناقش خلال الفترة القادمة لتوضح إلى أي مدى من الممكن أن يصل الجانبان إلى تفاهم. نذكر بأن الاتفاق التجاري مع الجانب الصيني مثلا كان قد أخذ مدة طويلة وجلسات متتالية حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قام بإرضاء الجانبين الأمريكي والصيني. أعتقد أن مودي وترامب الآن يسيران في نفس النهج، خاصة وأنهما بالرغم من اختلاف الشعارين، يعني هو شعار واحد، الصين مودي يروج لشعار صنع في الصين وترامب يروج لشعار الولايات المتحدة أو أمريكا أولا، لكن ربما يتوصل الجانبان إلى اتفاق تجاري تام خلال الفترة القادمة بعد أن يتعرض لكافة الملفات العالقة بينهما في المجال الاقتصادي. أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن سيد إيهاب عباس.